أفادت البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة مؤخرا ببداية انكسار حدة الموجة الرابعة من المتحور أوميكرون خلال اليومين الماضيين وفق مؤشرات انخفاض أعداد المسحات الإيجابية بالنسبة لعدد الإصابات. نعم، كما أشارت البيانات إلى أن هناك انخفاضا في معدلات دخول مرضى كوفيد-19 إلى العناية المركزة في مختلف المستشفيات. المطلع على ملف جائحة كورونا يجد فيه أن دولة الكويت سجلت أعلى حصيلة إصابات منذ بداية ظهور الجائحة في نهاية الشهر الماضي التي وصلت إلى ذروتها، وخلال اليومين الماضيين تشير قراءات الترصد الوبائي إلى انكسار حدة ذروة موجة أوميكرون. واضح أن احنا وصلنا الذروة تقريبا من أسبوع أو من 10 أيام وبدينا النزول من الذروة، وإن شاء الله المتوقع الآن أنه نستمر في النزول خلال شهر فبراير. نقدر نقول أنه في شهر مارس راح تكون انتهاء الموجة، إما في أواسط مارس أو في آخر مارس راح يكون انتهاء موجة الأوميكرون تقريبا، يعني يكون في حالة وضع استقرار في عدد الحالات، استقرار في وضع العناية المركزة والأجنحة بالنسبة للحالات المصابة. تراجع عدد الإصابات رافقه أيضا انخفاض في معدلات دخول مرضى كوفيد إلى العناية المركزة في مختلف المستشفيات. الآن إن في استقرار في وضع السرير الأجنحة وفي وضع العناية المركزة، وأتوقع في الأيام القادمة راح تبدأ الأرقام بالانخفاض، حالات تبدأ تروح البيت تتحسن ويقل دخول الحالات إلى الأجنحة، وبالتالي أيضا يقل تحويل الحالات من الأجنحة إلى العناية المركزة، فتبدأ الأرقام بالانخفاض بالنسبة للأجنحة وبالنسبة للعناية المركزة. في ظل هذه المؤشرات الإيجابية يتحتم علينا جميعا مداومة التيقظ والحذر واستكمال التحصين. أناشد أهلي أهل الكويت من مواطنين من مقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خلونا نحط إيدنا بإيد بعض، خلونا نتكاتف ونطبق الإجراءات اللي هو الاحترازية ونكمل. أنا أدري إن الفترة طبعا كانت اللي هو طويلة فترة السنتين، بس إن شاء الله يا ربي ما بقى إلا القليل، خلونا نتكاتف نطعم إن شاء الله بإذن الله عشان اللي هو نصل إلى ما قبل 24/2/2020. يتوقع الخبراء أن المتحور أوميكرون قد يدفع إلى انتهاء الجائحة، ولكن كورونا باق معنا بلا شك، مما يتوجب علينا التعايش معه من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية وتلقي الجرعة الثالثة. انكسار حدة موجة أوميكرون في البلاد استند على عدة معطيات وقراءات علمية، أسرع انتشاراً ولكن عمره قصير، وقد يكون بداية النهاية للوباء. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.